بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده الرسم الهندسي والاسقاط لطلبه الفرقه الاعدادي بكليه الهندسه جامعه بورسعيد. ان شاء الله النهارده هنبدا نتكلم في السكشن رقم 15 ونتكلم عن الموضوع الخاص بوصلات المسامير. اتكلمنا في السكشن اللي فات عن كيفيه رسم الصاموله المسدسه وعرفنا المساقط الثلاثه سواء المسقط الراسي والجانبي والافقي، وعرفنا شكل الورده نبدا نرسمها سواء بقى جات لك في المسقط الراسي والجانبي او الافقي او لو انت هتعمل لها قطاع. كنا بنبدا نرسم الكلام ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان يكون عندك المعطى الوحيد اللي هو عباره عن الام قيمته مثلا 20 او ام 30، وبدلاله القطر تقدر تعوض في المعطيات اللي عندك دي، سواء بقى ان التي بتساوي 15% من الدي او الدي نون بتساوي 1.1 من الدي، والدي كابيتال بتساوي 2.2 من الدي. بالدلاله الثلاثه الكلام ده تقدر تعوض وترسم الوشر او تبدا ترسم الورده بتاعتك. وبالنسبه للصاموله المسدسه كنا بنبدا نقول والله بنبدا بالمسقط الافقي ونبدا نرسم القطر بتاع دايره، بيجي عن طريق ان الاس بتساوي 1.5 من الدي، حيث ان الدي عندك القيمه لو عندك في المعطيات، وبعد كده تبدا ترسم الدي انر والدي اوتر او الدي اللي هي قيمتها مثلا 20 والدي انر اللي هي بتساوي 85 من القطر، وبعد كده تبدا تجيب المثلث ال 30 60 ونبدا نعمل ممسات للدايره لحد ما نخلص الشكل الثلاثي. لو انا بصيت في استنتاج المسقط الراس هتلاقي عندك هنا في ثلاث اوجه تبدا تعمل الاسقاط بتاعهم، وبعد كده تبدا تعمل الكيرفات او الاقواس باستخدام الدلالات اللي قدامك عندك هنا، سواء بقى هنا مديك قيمه ال 75 من الاي، وحيث ان الاي عندك بتساوي 1.73 من القطر. تقدر تخلص الكلام ده. وبالنسبه للمسقط الجانبي هيبدا يظهر لك وجهين، والقوس بتاعها قال لك بيساوي الاي على الاثنين، حيث ان الاي من القيمه اللي عندك. بنبدا ننسق الشكل اللي قدامك ده، وتبدا تنزل على الخط بتاع السنتر مسافه اي على الاثنين، ونبدا نعمل القوس بتاعها. الارتفاع بتاع الصاموله بيكون 8 من 10 من الدي، وبنبدا نعمل الكلام ده في الصاموله من الاقواس من فوق ومن تحت. وده شكل الصاموله الحقيقيه، بيوضح لك شكل السداسي، وادي شكل الالاووز من الداخل. بالنسبه للموضوع بتاع النهارده هو كيفيه تمثيل وصلات المسامير او كيفيه رسم وصلات المسامير. المطالب اللي انت عندكم في الكتاب صفحه 246 عندك ثلاث انواع من البولت اللي هنبدا نشتغل عليه، سواء بقى عندك ثرو او الفيتد او التاب او الستاد. بيجي لك في الامتحان او السؤال بيجي لك بصوره ايه؟ بيقول لك ارسم القطاع الراسي او ارسم قطاع جانبي او مسقط جانبي واستنتج المسقط الافقي، ويبدا يديك ان الام بتاعتها قيمه، وبيديك السكنس بتاعت البليد قيمتها لها قيمه، وبيكون الرسمه ما بتكونش واضحه قدامك، يعني ما بيدلكش الرسمه يقول لك انقلها، لا ده هو بيديك صيغه كلاميه عشان تبدا تقول والله ان الحاجه المناسبه للكلام ده نوع المسمار اللي هبدا استخدمه النوع كذا ثرو او فيت. الصورة اللي قدامنا بتوضح مجموعة من التطبيقات للمسامير، سواء بقى عندك الفيتد ده شكل التطبيق بتاعها عشان تبقى انت فاهم وانت بترسم الكلام ده انا برسمه ليه وشكله عامل ازاي في الحقيقة، سواء بقى الفيتد او الثرو بولت والتاب والاستاد. ادي شكل الاستاد وادي شكل التاب وادي بعض التطبيقات بتاعتهم او الابلكيشن اللي بتبدا تستخدمها، وازاي نبدا نستخدم المسامير الرباط دي في الربط ما بين أجزاء والتانية. نبدأ هنا في الجزء اللي بتاعنا اللي هو كيفية تمثيل الأوز الخارجي أو كيفية رسم المسمار اللي أنا هبدأ أشتغل عليه. رسمة المسمار بالظبط هي نفس رسمة الصامولة ونفس التكنيك بتاع العمليات الهندسية بتاعتها، بس الاختلاف في مجموعة من الاختلافات وطلبة كتير بتقع في الموضوع ده، أو ما بيفرقش ما بين شكل المسدس
بتاع الصامولة والشكل بتاع المسدس بتاع رأس المسمار. هنبدأ في كيفية رسم المسمار، سواء بقى السرو أو الفيتد أو المسمار الفلوسي. بيكون رسمته هي نفس رسمة زي ما احنا قلنا، كيفية نفسها رسمة رسم الصامولة، بس فيها مجموعة من الاختلافات. أول حاجة، لو أنت بصيت على المسمار بتاع السرو بولت، لو أنت بصيت كده على المسقط الرأسي والمسقط الأفقي، هتلاقي هو عبارة عن إيه؟ شكل المسدس العادي خالص، ونفس الابعاد ده، سواء بقى ان الاي بتساوي 1.73 من الدي، او ان الاس بتساوي 1.5 من الدي. يبقى هو مديك الام بتاعتها قيمتها كذا، وتبدا تعوض وتبدا ترسم الشكل، سواء بقى الدايره وتعمل مجموعه من المماسات للدايره وترسم شكل المسدس. ده بالنسبه للمسقط الافقي. بالنسبه للمسقط الراسي، هتلاقي شكل راس المسمار هي نفس الشكل بتاعت مين؟ نفس الشكل بتاعت الصامولة، بس في كذا اختلاف. أول اختلاف عندنا هو الارتفاع بتاع راس المسمار. الارتفاع بتاعه بيكون عبارة عن 7 من 10 من الدي. طلبة كتير جدا بتعمل ارتفاع المسمار نفس الارتفاع بتاع الصامولة، اللي هو عبارة عن 8 من 10، فده طبعا بيكون غلط. الحاجة اللي بعد كده، إن عندك راس المسمار بيكون الأقواس بتاعتها من الجزء اللي فوق بس، ما هواش زي الصامولة من فوق وتحت، فطلبة كتير برضو بتقع في الحتة دي، بتبدأ ترسم راس المسمار من فوق ومن تحت، فأنت كده رسمت الصامولة ما رسمتش راس المسمار. يبقى أول حاجة نخلي بالنا منها هي الارتفاع بتاع راس المسمار. الحاجة التانية، إن مجموعة الأقواس بيكون من الجزء اللي فوق فقط، والجزء اللي تحت بيكون عادل. طيب الجزء اللي فوق ده هو نفس الطريقه بتاعت او التكنيك اللي هي بتاعت العمليات الهندسيه اللي بنبدا نشتغلها في رسمه الصامولة. طب بنبدا نرسمها ازاي؟ بنبدا نرسم الشكل بتاع اللي هو الارتفاع، اللي هو عباره عن 7 من 10 في الدي، والعرض ببدا اجيب اسقاط من المسقط الافقي، وابدا اقول والله انا شايف الثلاث اوجه بتوعي، ابدا انقلهم عادي خالص، ادي خط، ادي اثنين، يبقى انت عندك وجه اثنين ثلاثه. وبعد كده تبدا تجيب 75% في الاي، وعندي الاي بتساوي 1.73 من الدي، وابدا اقف على الخط بتاع السنتر، واقف هنا بالبرجل وارجع مسافه 75 من الاي، واقف هنا بالبرجل وابدا اعمل قوس، وابدا اخد خط خفيف ما بين نهايه القوس والنهايه الثانيه، وابدا اوصل الكلام ده. وعند النص بتاع الكلام ده ابدا انصف الجزء ده، وابدا افتح البرجل العايد لحد النقطه دي، وابدا اعمل بقيه القوس، سواء بقى هنا او الجزء الثاني. وبعد كده اجيب المثلث 30 60 وابدا اعمل شطف على زاويه 30. ده كده بالنسبه لراس المسمار. الكلام ده يتطبق على الثرو بولت، وبيتطبق على الفيتد بولت أو المسمار التداخلي والمسمار الخلوص. بالنسبة للجزء الأولاني اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه النهاردة، هو الثرو بولت، وإزاي نبدأ نرسم الثرو بولت، والكلام ده موضح في الكتاب صفحة 246. وقال لك استخدم ال M30 ووضح لي بالرسم كيفية رسم قطاع رأسي ومسقط جانبي ومسقط أفقي، وقال لك إن السكنس بتاعت البليد قيمتها 35 ملم. ده البليد بتاعتك، يعني أنت هتبدأ تاخد دي 35، سواء بقى الجزء الأولاني ده أو سواء الجزء الثاني ده. يبقى دي 35 وادي 35. طيب عشان ابدا ارسم الكلام ده هرسمه ازاي؟ الشكل اللي قدامنا ده موضح قطاع راسي،
طب انا عاوز ابدا ارسم الكلام ده، هبدا ارسمه ازاي؟ اول حاجه هتبدا ترسم البليت بتاعتك، يعني هتبدا تعمل ال 35 وتبدا تعمل خط، تنزل 35 وتبدا تعمل خط تاني، وبعد كده تنزل 35 وتبدا تعمل خط تالت. بعد كده تبدا تعمل سنتر لاين. وطب العرض من هنا لحد هنا كام؟ لا ده بنسيبه احنا مفتوح، لان ده جزء من في جزء ميكانيكي كان بيتجمع، فانت ما انتش عارف الطول كله كام، فانت بتسيبه مفتوح كده، يعني اللي هي الطول مفتوح عندك. اول حاجه بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا ناخد الخطين الاولين اللي هم في البليت، اللي هو الثقب اللي مفتوح جوه البليت. لا عشان ابدا اسقط مين؟ اسقط في المسمار. التوب ده قال لك قيمته كام؟ الدي نوت. طب الدي نوت كانت قيمتها كام؟ كانت قيمتها واحد وواحد من الدي. طب الدي عندك كانت كام؟ عباره عن 30. يبقى انت تجيب ال 30 تضربها في واحد وواحد، ويبقى انت كده حسبت مين؟ قيمه الدي اوت او الدي نوت. وتبدا ترسم الخطين من فوق لغايه تحت خالص، تطلع خط قائم وتبدا ترسم الخطين. طيب بعد كده عايزين نبدا نرسم المسمار. انت كده جبت الاثنين بليت، عشان تبقى انت فاهم بس الموضوع ماشي ازاي، انت كده جبت الاثنين بليت وعملت لهم ثقب، فتحت الثقب بتاعهم، وعاوز تبدا بعد كده تميد تحط المسمار او تسقط المسمار بتاع الثرو بولت داخل الفتحتين، عشان يبدا يمسك مين؟ يبدا يمسك الجزء الاولاني ويبدا يمسك الجزء الثاني. هبدا اسقط المسمار، وبعد كده عشان ابدا ارسم راس المسمار هيبقى عندي الارتفاع ده كله كام؟ عباره عن 7 من 10 من الدي، مش 8 من 10. خلي بالنا ال7 من 10 بتاعت راس المسمار، ده راس المسمار. يبقى انت عندك 7 من 10 في الدي، تضرب ال30 في 7 من 10، وبعد كده تبدا تعمل العمليات الهندسيه بتاعتك، اللي انت تبدا تقف هنا وتاخد القوس، ومن هنا تبدا تعمل الشغل بتاع العمليات بتاعتك لحد ما تخلص شكل راس المسمار، وتعملها من جهه واحده فقط، ما تعملهاش من الجهتين. انت دلوقتي بترسم راس المسمار، ونفرق ما بين راس المسمار والصامولة. طيب بعد كده هبدأ اعمل ايه؟ عاوز ابدأ احط الخطين اللي عندي دول. الخطين دول قيمتهم كام؟ اللي هو الخط من هنا لحد هنا، ده قيمة ال 30، دي اللي هو قيمة ال 30 اللي هو مديها لك، ده المعطى، ده الدي. يبقى انت هتبدا تفتح ال 15 يمين و15 شمال وتبدا تاخد خطين. طيب بعد كده هتبدا تعمل ايه؟ هبدا بعد ما سقط المسمار وهبدا اشد خطوط لحد فوق خالص، هبدا عشان امسك بقى الكلام ده، هو دلوقتي المسمار بقى في الهواء، هبدا اسقط له مين؟ هبدا اسقط له الورده. طب الورده دي احنا كنا عارفين ابعادها؟ عارفين اللي هو بدلاله التي والدي نوت والدي كابيتال، بنبدا نحسب قيمه الورده اللي عندك. يبقى انت عندك من ال 30 تضرب بقى كل واحده في السمك بتاعها او في القيمه اللي مديها لك بتاعت، سواء بقى الدي او الدي كابيتال او الدي سمول، ونقدر نحسب شكل الابعاد بتاعت الورده. طيب الورده دي انت حطيتها، لازم تحط فوقها مين؟ تحط فيها فوقها الصامول. ادي الصامولة اللي عندك، ارتفاع الصامولة ده كان كام؟ ارتفاع ده كله كان عبارة عن 8 من 10 من الدي. ونبدأ نعمل مجموعة العمليات اللي احنا اتعودنا عليها في كيفية رسم الصامولة المسدسة. طيب بعد كده تبدأ تطلع الخط، الارتفاع ده هتاخده قد ايه؟ تبدأ تاخد الارتفاع ده 5 مللي.
طيب بعد كده احنا عايزين نبدا نعمل القلاووز داخل المسمار. تبدا من تحت الورده تقيس مسافه 5 مللي، يعني تقيس المسافه من هنا لحد الجزء ده تاخد 5 مللي، وتبدا تاخد خط. الخط ماسك منين؟ من اول الطول بتاع القطر. مالكش دعوه بمين بقى؟ مالكش دعوه بالواحد واحد من الدي، ده الخلوص ما بين المسمار وما بين البليت. طلبه كتير بتبدا تاخد الخط ده لغايه الاخر. هو الكلام ده مش صح، لان انت دلوقتي انت عندك ده البليت خلاص، وادي المسمار، يبقى انت بتعمل القلاووز في المسمار نفسه، ما عادش ليك دعوه بالبليت خالص. يبقى انت عندك ادي اول حاجه هتبدا تاخد الخط، الخط ده انا عرفت ان المسافه دي نزلتها قد ايه؟ 5 مللي. طيب الخط التاني ده جابه منين؟ قال لك ده اللي هو عباره عن الدي اي. طب احنا كنا عارفين ان الدي اي بتساوي كام؟ بتساوي 85 من القطر اللي عندك، يعني تبدا تضرب 85 من 100 في قيمه ال 30 او على حسب المعطى اللي مدالك. وتبدا تعمل بالمسطره حرف تي، بالمسطره حرف تي والمثلث على زاويه 90، ونبدا ناخد خطوط من هنا لحد الجزء ده. وبعد كده تبدا تقفل الكلام ده بالشطف على زاويه 45، لان انت قلت عندك هنا الارتفاع بتاعك ده 5 مللي، وتبدا تاخد خط. ونهايه الخط ده بتوقفه ازاي؟ عن طريق بالمثلث 45، تاخد شطف يمين وشطف شمال. نلاحظ هنا بقى عندنا في الكتاب ان هو هرسم لك هنا القطاع الرأسي، وعمل لك قطاع في البليت رقم واحد والبليت رقم اتنين. المفروض عندنا هنا برضو في الوردة، الوردة انت قطعت فيها، فلازم الوردة عندك هنا تهشر. هنا في الكتاب هو ما هشرهاش، فاحنا هناخدها في الحسبان عندنا ان احنا نبدأ نعمل نهشر الوردة. طب انت الوردة عندك كانت قيمتها كام؟ لو احنا رجعنا كده ادي قيمه الورده اهي، ادي عندك القطر الدي اوت بتساوي واحد واحد من الدي، والدي كابيتال بتساوي 2 و2، والتي بتساوي 15% من القطر. يبقى انت عندك الابعاد بتاعتها، تبدا تجيب والله انا عندي واحد واحد، تبدا تاخد الخط، ادي الخط الاولاني، ده الخط بتاع مين؟ ده الخط بتاع الورده ما عامل فيها قطاع، ادي الخط بتاع الورده اهو. دي اللي هي قيمتها كام؟ دي اللي هي قيمتها واحد واحد من الدي. وتبدا تهشر العطاطف ده، تاخد بقى التهشير، ادي الجزء بتاع المعدن ده تاخد عكسه، وادي الجزء الثاني. طيب بعد كده لما انت قطعت في الورده بقى شكل الالغوز قدام عينك، يبقى انت عندك ادي راس المسمار، تبدا تطلع ادي المسمار اهو، ادي الخط بتاع المسمار، وادي الشكل بتاع مين؟ بتاع القلاوز. يبقى انت عندك الخط بتاع مسمار وخط القلاوز، والخطين دولت المفروض اللي هم واصلين لحد هنا. طب احنا ما عملناش قطاع في الصاموله ليه؟ ده في الرسم الهندسي قال لك في موضوع الصواميل ما بتبداش تقطع فيها وتخشر في الكلام ده، تبدا تسيبها بالشكل بتاعها. بعد كده هتبدا تشيل مين؟ هتبدا تشيل بقى الخطين دول، الخطين دول ما عادش ليهم لازمه لان انت عملت قطاع، فبقى ظهر عندك شكل المسمار وشكل الورده من قدام، رميته عندك ما عادش شايف عندك شكل بتاع الورده. يبقى انت كده رسمت الثرو بولت كقطاع راسي بقيمه ام 30، والسمك بتاعها كان عباره او سمك البليت كان عباره عن 35 ملم. طيب بالنسبه للمسقط الجانبي، لما اجي استنتج مسقط جانبي اجي ابص للكلام ده من الجنبين، هبدا اشوف ايه؟ هشوف السمك بتاع البليت والسمك التاني العرض بتاعهم ايه؟ مفتوح. طيب بعد كده هبدا اشوف مين؟ هبدا اشوف انا بعمل مسقط جانبي، هبدا اشوف سمك البليت. بعد كده هبدا اشوف مين؟ هبدا اشوف الصاموله، بس هشوفها كايه؟ كواجهين. وشكل الالوز هبدا اشوفه زي ما هو بالنسبه للجزء ده. طب بالنسبه للجزء اللي تحت بتاع المسمار، تبدا تشوف الوجهين بتوع راس المسمار والاقواس بتاعتها من جزء واحد فقط، مش من الجزئين سواء بقى فوق او تحت. وبالنسبه للمسقط الافقي هتبدا تشوف ايه؟ لو انا بصيت في المسقط الافقي تبدا تشوف ايه؟
والله هتبدا تشوف بقى العرض بتاع البليت كله اللي انت فرضه، وهتبدا تشوف القطر بتاع الورده، وهتبدا تشوف شكل المسدس بتاع الصاموله، وشكل الداخلي بقى بتاع القلاوز بتاع المسمار. ده هنا الصوره هنا بتوضح لك، او الشكل اللي هيبدا يوضح لك الخطوات الرئيسيه اللي احنا كيفيه رسم السروبوت. لو انت رسمت اول حاجه البليت وعملنا العرض بتاعك اللي هو عباره عن الواحد وواحد، وبعدين هنعمل الخلوص بتاعي اللي هو الدي، وبدا يشيل الخطوط الزياده وبدا يرسم شكل المسدس بتاعت راس الصامولة اللي عنده، وبدا يحط راس المسمار من تحت، وبدا يحط الورده وراس، وبدا يحط الصامولة من فوق، وبدا يعمل مجموعه من الاقواس اللي هي باستخدام العمليات الهندسيه عشان يبدا يرسم الاشكال بتاعت الاقواس بتاعت راس المسمار والصامولة. وعندي الصامولة بتكون من فوق ومن تحت، والمسمار بتكون من جزء واحد فقط، ونخلي بالنا ان الارتفاع ده بيكون 7 من 10، والارتفاع ده بيكون 8 من 10 من الدي، وبيبدا يخلص مجموعه الشكل اللي هو الالوس بقى. الارتفاع ده قلنا عباره عن 5 مللي، والارتفاع الثاني بيكون عباره عن 5 مللي، وهنا بيبدا تبدا تهشر برضو الورده اللي عندك عشان ما تبقاش سايبها لان انت عامل فيها قطاع. واستنتاج المسقط الجانبي ببساطه جدا بقى، عندك شكل الاثنين بليت، وعندك ادي راس المسمار، وادي راس بتاعت الصاموله والورده، وبقيه شكل الالوس. النوع الثاني اللي عندنا اللي هو عباره عن الفيتد بولت، او المسمار التداخلي، او اللي هو الشحط، بيجي لك نفس الفكره بالظبط او نفس التكنيك بتاعها بالظبط، ما فيش فيه اي اختلاف، الحاجه بسيطه جدا، بيديك ان الام قيمتها كذا، ويكون طالب منك قطاع راسي او قطاع جانبي او مسقط جانبي ومسقط افقي، وبيديك ان السمك بتاع البليت قيمتها معطى عندك، وفي المعطى اللي عندك هو ادانا هنا عباره عن 35، والام عندك كانت عباره عن ام 30 او المترك 30. خلي بالنا ان الرسمه ما بتجيناش في الامتحان، يعني الرسمه مش هيجي لك ويبدا يقول لك انقل الرسمه بالطريقه اللي قدامك، لا، انت هيبدا يجي لك الرسمه مساله كلاميه. ممكن يكتب لك ان انت المسمار المستخدم فيت بولت، او ممكن يقول لك ايه، انا بجمع بين تو بليت واستخدمت في كيفيه استخدام تثبيته. فانت شوف المسمار المناسب اللي يبدا يثبت الكلام ده. طيب عشان ابدا ارسم الفيت بولت، هبدا اعمل نفس الخطوات بتاعت مين؟ بتاعت الثرو بولت او المسمار الخلوص. هبدا ارسم البليت اللي عندك اللي عباره عن الجزء رقم 1 والجزء رقم 2، وبعد كده هبدا اعمل السنتر لاين في النص، وهبدا ارسم اول حاجه الارتفاع بتاع راس المسمار اللي هو عباره عن 7 من 10 من الدي، وابدا اعمل مجموعه العمليات اللي احنا عارفينها، ولازم نخلي بالنا جزء واحد فقط. هبدأ من عند المسمار، أبدأ بقى تحطه داخل أو تدخل بقى المسمار داخل مين؟ جوه البليت، في التوب اللي مفتوح اللي هو قيمته كام؟ ده قيمته كلها واحد واحد من الدي، الحتة دي كلها واحد واحد من الدي. كان الأول عندنا فيه الثرو بولت بيكون فيه خلوص ما بين الاتنين، يعني بيكون فيه فرق ما بين الاتنين. لا، هنا في النوع بتاع الفيتد ما بيكونش في فرق، بيبدا يخش المسمار ده بنسميه كده بيخش شحط في البليت. اول حاجه هتبدا تعمل الجزء الصغير اللي عندك ده بقيمه 2 مللي كده، هتعمل الجزء بتاع الرقبه بتاعه المسمار، وتبدا تاخد خط، وتبدا تاخد الكلام ده لحد فوق خالص، وتبدا ترسم الورده بالطريقه بتاعتنا، وتبدا ترسم الصاموله عادي، مفيش اي مشكله خالص. طيب في نيجي بقى للجزء ده، احنا كنا بنقيس من في الثرو بولت، كنا بنبدا نقيس عشان نبدا نجيب الخط بتاع الالوز، كنا بنبدا نعمل كام؟ نبدا ناخد خط 5 مللي. هتلاقي عندك الالوز بدا عندك المسافه دي، شايفين المسافه دي؟ ادي المسافه دي كلها دي، تبدا تاخد 5 مللي. نفس الفكره بتاعت مين؟ نفس بتاعت الفكره بتاعت الثرو بولت.
وبيكون عندك المسافة اللي بره دي قيمتها الدي، والمسافة دي بتاعت الألوس بتاعت الدي ار. تبدأ تاخد مسافة 5 مللي، تبدأ تاخد خط. الخط ده عرضه قد ايه؟ اللي هو عبارة عن الدي اللي هو الام عندك قيمتها كام؟ يعني هنا عندك 30، يعني تبدأ تقيس 15 و15. طيب بعد كده هتبدأ تعمل ايه؟ عاوز تجيب الخطين اللي جوه دول، الخطين اللي جوه دول اللي هو ايه؟ الالوز قيمتها اللي احنا عارفين اللي هي عبارة عن 85 من الدي. وهنا في الكتاب برضو عمل لك ما هشركش في ورده، تبدا تعمل الخط ده وهتبدا تعمل الخط ده والخط الثاني ده. ده بتوع مين؟ بتوع الالاوز والخط بتاع الورده، وتبدا تهشر الورده عكس الجسم اللي تحتيه. طيب بعد كده عندك بقى الجزء بقى بتاع الفيتد بقى اللي هو عايزين نبدا نظهره. نبدا ناخد المسافه دي 5، ناخد المسافه من هنا لحد هنا ناخدها مسافة 5، ونبدأ ناخد خط ونجيب المثلث ال 45 ونبدأ ناخد الشطف اليمين والشطف الشمال. يبقى أنت هتنزل 5 وبعدين هتنزل 5 تانية، الخمسة الأولانية وبعد كده تنزل 5 التانية، وتبدأ تاخد خط وتاخد الشطف على زاوية 45. وبالنسبة لفوق الجزء من هنا لحد الجزء اللي هنا هيكون عبارة عن 5 مللي. وتبدأ تخلص الموضوع عادي بطريقة بسيطة جدا، وتبدأ تستنتج بقى المسقط الجانبي نفس الفكرة، ويستنتج المسقط الأفقي. يبقى احنا كده النهاردة رجعنا على كيفية رسم الصامولة المسدسة، واتكلمنا اللي انت عندك 4 أنواع من المسامير، عندك ثرو بولت والفيتد بولت والتاب والاستاد. اتكلمنا بالتفصيل على النوعين الأولانيين اللي هو عبارة عن الثرو بولت والفيتد بولت، او المسمار الخلوصي والمسمار بتاع الشحط او التداخلي. وعرفنا ان بيكون عندك السؤال او بيجي لك السؤال بتاع الجزء بتاع المسامير، بيقول لك وضح لي والله اعمل لي قطاع راسي ومسقط جانبي ومسقط افقي، او يقول لك قطاع جانبي وقطاع راسي ومسقط. بيبدا يديك ان الام عندك قيمتها ام كذا، وبيديك السكنس بتاعت البليد قيمتها كذا، ويبدا يقول لك والله وضح لي بقى بالرسم النوع بقى، سواء بقى فيتد او ثرو او تاب او استاد. تبدا ترسم الرسمه بمجموعه الخطوات اللي احنا اشتغلنا عليها، وتبدا تاخد في الحسبان العمليات، تبدا تاخد في الحسبان القيم بتاعت الصاموله المسدسه، القيم بتاعتها سواء بقى الاي او الاس او التي او الدي كابيتال والدي سمول والدي انر. الكلام ده لازم يكون عندك في الحسبان بتاعك عشان تبدا ترسم سواء بقى الصاموله والورده والمسمار او الالاووز بتاع المسمار. ونخلي بالنا في فرق ما بين الارتفاع بتاع الصاموله والارتفاع بتاع الراس المسمار، وفي فرق ما بين شكل رسمه الصاموله وشكل رسمه المسمار. هو نفس العمليات بتاعتها الاثنين، نفس الفكره، بس الصاموله بترسم الاقواس من فوق ومن تحت، انما المسمار بترسمه من جهه واحده فقط، الجزء الثاني بيكون مسطح. احنا كده خلصنا السكشن بتاع النهارده الخاص بالسكرو جوينت او الخاص بالمسامير، وان شاء الله نلتقي في سكاشن اخرى.